دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول أن يقيم عليها الحد لأنها ولدت عند ستة أشهر مع زوجها، وهم المعروف أنها تسعة أشهر، ده المفهوم الشاهد. فقال له علي يقول العمر، قال له على رسلك يا ابن الخطاب، لماذا؟ قال له ولدت بيقولوا ما ولدت من ست لست أشهر. قال له يا أخي اقرأوا القرآن، أليس يقول الله وحمله وفصاله ثلاثون إيه؟ شهرا. يبقى الحمل إيه؟ والإيه إيه؟ والرضاعة إيه؟ وبعد ذلك يقول في آيات أخرى وفصاله في عامين. يبقى الحمل كام؟ ما في عامين يبقى 24 شهر، مش كده؟ ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واخد كام؟ يبقى واخد ستة، يبقى أقل الحمل ستة. قال عمر رضي بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. ما شاء الله. بئس المقام بأرض كم إيه؟ وهو له مع سيدنا عمر حاجات كتير، حاجات زي دي. طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب، ما أغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يغضب هذا؟ أم ضحك عليه وقال له صدق يا أمير المؤمنين. قال له أهو تقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طب ودي فيها إيه؟ طب ويكره الحق؟ يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ استعبدنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له نعم، له زوجة وله ولد، كان بيحل لهم الايه مشاكل، لأنه كان مشهور في الفتية يعني. رب ليه؟ لأن علي كرم الله وجهه دخل الإسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية، إنما اللي قبل كده كان إيه؟ معلومات من قبل كده جاهلية، ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا، إنما هو كل الخميرة اللي عنده إسلام.